بسم الله الرحمن الرحيم. إن خيتم بيجو الله هانس أرتا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بوق الله بيري خاستم الله هان بوق تن خاستم بوي تنقر غو الله خوي تنقر جيش ترق ديو خوي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اشتأ الله يتلر لوي ويسنو عشان هو بلخشخ ويقر يول شل هو عمل شقاء. من يهده الله فلا مضل له بوق الله نسنرك ميس وقبلرك قل وقع تعاموات. ومن يضلل فلا هادي له الله وقل وقنرك تلر شعبنرك نس وقت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسبق الله تيوش المدو الله وترك شين عبادة تحق دوش تعاموات وحده شاتعوي لا شريك له تعناق واستقوات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اشتأس تيوش المدو محمد تن ليخ لرت تن إلتش لرت. أما بعد توضح وإن علقه شرح ثلاث الأصول وأدلتها أولشتالجين رجينا ثلاث الأصول وأدلتها يازنرك شيخ محمد ابن عبد الوهاب الله وقن غيتا بولتنا نخش مهتداق جاء الأصول بولشتالجين معنا بوخ بوغ دوئي كويرتم دوئي. ثلاثة الأصول وأدلتها إلتش بوخ بوئي شي دليل شتاني ثلاث الأصول معنى شحق دوشج إجيم جين وين قية تأديش يازن شرح ديوش ردوي إشهر شرح يازن رك شيخ هيثم بن محمد جميل سرحانو الله إن قية تنبلتنا الله الله تأويل زوين الله يبوربانس ديش دولي دوي. مقدمة بين يدي الشرح وين حلقة يو شرحي ديش حلقي دوحر هرجين يازن رك ملو حق دي دوي. مؤلف هذا المتن شيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد شيخ الإسلام وإز توحيد ديانويش توحيد دي دعوة ديانويش كارل دوقش وإن جوئز الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي كنيته أبو الحسين سن كنية أبو الحسين خلا ولد في عيينة سنة 1115 عيينة أولشول غالع بلائزة تعزر بايبخي طلق شرح وتوفي في الدرعية سنة 1206 هجري اشتا بعقي الغن إذا درعية أولشو ميتع تعذر شبعة يلغل شرح الله هو إن غيتا بلتنا الله هو يهجع دلتنا تأقى هر أصول الثلاثة ويول يلي بخي خاتر حق دو شيخ هيثم سرحانو هو بخي خاتر دو دوحر خاتر. لماذا ندرس التوحيد؟ التوحيد ويعام در هوبا عنده هونت عندي اشتوى يأبج اتخاطر ان جوابلوش وين دايل دوتسوى وين التوحيد عام درن كويرت بعناش سارة لا تدوتر دوي دوحرة لأن الله خلقنا من أجله التوحيد دوح قيلا دوي الله ويقوتش درهم ويقوتش درهم شلغة لا يقبل الله أي عمل إلا به الله تسعى عمل قبل يشميات أتستوحي ديتوي قولها لا يدخل الجنة إلا مواحد يلصمني تسعى سق شوع غير موات مواحد شوي مواحد أش بو أش خيل ما ديزش يتستوحي تخلرش دي ألغة سبب لتكثير الحسنات سبب لتكثير الحسنات التوحيد باهم دوحونا حديك عمل سوي هذا وسبب لتكفير السيئات اشتئ توعد بعنده حق إن وشن الله جاشدر يعلغوها سبب لهداية واستقرار الأمن إبا عنده نيس نق نيس نقحن الله بلرن حووش من الشخص وعالش ورن سبب لطمأنينة ورغل إبا عنده حدك شع دائما برغت وخلر بارخوها سبب لشفاعة النبي إشتاء التوحيد بعد مدو بيمر صلى الله عليه وسلم قيمة تيناح ودير شفاعة درن مبوق قيم بقيم